فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن MCQ Cardiac Output. طبعا الفيديو ده مهم جدا، عايزكم تتابعوا معايا لأن ده الجزء الأول. هبدأ من المقدمة حتى نهاية الفينوس ريتيرن، ولكن الفيديو التكملة اللي بعده هتكلم عن الريجوليشن اوف كاردياك اوتبوت والكيرفز، فينتريكولار فانكشن كيرف، فاسكولار فانكشن كيرف، والكومبايند كيرفز، كاردياك ريزيرف اند هارت فيلير. كل اختيار هنقول صح او غلط ليه، عشان كده انا عاوزكم تتابعوا معايا، ويفضل تكون مذاكر قبل ما تشوف الفيديو علشان تكون الاستفادة كاملة ان شاء الله. الجملة الاولى cardiac output is the volume of blood ejected by both right and left ventricle per minute. هتقولي الجملة دي غلط. by each ventricle، حجم الدم اللي كل ventricle هيضخه في الدقيقة الواحدة، ولكن مش بوس، مش الاتنين مع بعض. rises when the subject it changes from lying down to standing position. هل الكارديك اوتبوت بيعلى لو انت غيرت وضعك من وقت النوم لما تقف؟ تقول لي لا، standing هيقلل الكارديك اوتبوت لان البلد هيتجمع في اللور لمب باي جرافيتي. معنى كده الفينوس ريتيرن اللي راجع للقلب في الوقت ده اكيد هيقل. مش عايزه كلام، علشان كده الجمله دي غلط. ريكومبنت معناها نايم على ظهرك، يعني بدل ما اقول لك لاينج داون اقول لك ريكومبنت. طيب ايكوالز هارت ريت تايمز ستروك فوليوم، هي دي الاجابه الصح، لان الكاردياك اوتبوت معناها الهارت بيضخ كام ملي في الضربه الواحده. الضربه الواحده الوان بيت الهارت بامب 70 ملي، اضربها في عدد ضربات القلب كافريج في الدقيقه 70، 70 تايم 70 4900 ملي، تقريبا 5 لتر. عشان كده دي اختيار خاطئ تماما. السؤال اللي بعده volume of blood ejected by ventricle per beat هو ستروك فوليوم. دايما في الكارديك اوتبوت بتيجي اسئله ليها علاقه بالديفينيشن. ستروك فوليوم ده تعريفه. طب ايه الاي دي في؟ اند دايستوليك فوليوم، ده حجم الدم اللي القلب هيتمليه مع نهايه الدايستول. عايزك تفتكر معايا من النظري ان الهارت بيضخ 70 ملي في الضربه، يتبقى جواه 60 ملي، اللي يتبقى هسميه end systolic volume في نهاية السيستول. الستين اللي اتبقوا هيتحط عليهم 70 ملي جايين من الفينوس ريتير، عشان يبقى 70 بلس 60 يساوي end diastolic اللي هو 130. ومن هنا جبنا الأرقام، قلنا القلب بيتملي في كل ضربة 130 ملي، يطلع 70 ده الستروك فوليوم، يتبقى 60 هو ده اند سيستوليك فوليوم. كاردياك اوتبوت لا، لانه مش بير بيت، بير مينيت. خلي بالك من الكلمات. السؤال اللي بعده ستروك فوليوم جريتر فروم ليفت فنتريكل زان رايت، تقول لي غلط، متساوية في الاتنين فنتركلز تبعا لستارلينج. ستارلينج قال لنا ايه؟ when the length of the cardiac muscle increases the force of contraction تزيد with the limit. دايما الدي اوكسيجينيتد بلد بيرجع للهارت عن طريق الفينز رايت اتريوم ثم رايت فنتركل. رايت فنتركل اتملى، اللي اتملاه هيعمل له ايجكشن، هيروح للبالمونري ارتري اوكسجينيتد في اللنج، يتوزع للاربعه بالمونري فينز ليفت اتريوم ثم ليفت
فنتركل والليفت فنتركل يعمل له ايجكشن. يعني هم 5 لتر في الدقيقة اللي هيضخهم الرايت فنتركل، هم الخمسة لتر اللي الليفت فنتركل هيضخهم في الدقيقة للأورطة. equal cardiac output divided by heart rate، تقول لي صح، تبعا للمعادلة heart rate times stroke volume يساوي cardiac output. يبقى الستروك الكاردياك اوبوت الكبير على الهارت ريت، يبقى بي صح. C independent of body surface area، لا يعتمد على مساحة الجسم، تقول لي غلط، لان في حاجة اسمها كاردياك اندكس، دليل القلب. القلب بيضخ كام لتر دم في الدقيقة؟ هتقولي 5 لتر او 5 لـ 5.5 بالنسبة للسكوير ميتر سيرفيس اريا. ده مهم قوي، يبقى انا اعتمد على بادي سيرفيس اريا. ان ديبندنت معناها نوت، لا يعتمد. 100 لـ 120 ملي، تقول لي غلط، النورمال ستروك فوليوم 70 ملي، يبقى الصح هي بي. السؤال اللي بعده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كاردياك اوتبوت بالنسبة للسكوير ميتر سيرفيس اريا اسمها كاردياك اندكس، صح. طب 5 لتر غلط، ده كاردياك اوتبوت فقط من غير علاقته بالسيرفيس اريا. طب يساوي 3.2 لتر بير سكوير ميتر سيرفيس اريا، القيمة دي صح، فانا عندي الاختيار الاول والثالث A و C صح، فهختار D A بلس C. السؤال اللي بعده سؤال جميل، النسبة ستروك فوليوم على اند دايستوليك فوليوم يا ترى يساوي ايه؟ يعني عايز اقول لك النسبة بين اللي هتضخه في الضربة الواحدة بالنسبة للي انت اتمليته، تقولي ده اسمه ايجكشن فراكشن. خلي بالك فراكشن معناها نسبة، معناها ريشيو. يا ترى القلب ده بيضخ كام في المية من اللي اتملاه؟ طيب لو جينا سألناك هو النورمال كام، تقولي نحط الأرقام، ستروك فوليوم 70 والإند دايستوليك 130، يبقى 70 على 130 تايمز 100 يساوي 55%. تقريبا الهارت بيعمل لهم بامبينج بالنسبة للي هو اتملاه، ده القلب الطبيعي. عشان كده لما تيجي تقول لي قلب بيضخ 70 ملي بس في الضربة، اقول لك ما اقدرش احكم هو نورمال او لا، لازم تقول لي الاند دايستوليك كام. ده مهم قوي، وزي ما قلتها في فيديوهات النظري قبل كده، الطالب الشاطر لا يؤخر عمل اليوم الى الغد، ده الهارت لا يؤخر الستروك فوليوم للسايكل اللي بعده، لا ما افضل شامله واطلع قليل. وده يقول لنا النورمال ريشيو قلنا 55%. طب عندي سؤال، هارت ترانسبلانتيشن زرع القلب از ريكوايرد، مطلوب، لو الايجكشن فراكشن كام؟ لو الايجكشن فراكشن 15% او اقل، يعني 10%، ده انت لازم زرع قلب، الموضوع وصل لحالة فشل عنيفة جدا، يبقى الصح هو دي 10%. السؤال اللي بعده خاص بالميجرمنت اوف كاردياك اوتبوت. اخدنا في النظري في طرق كثيرة لقياس الكاردياك اوتبوت، اشهرهم فيكس برينسيبل، وده نتكلم عليه دلوقتي في مسألة، وعندي indicator dilution method، صبغة الاندو سيانين جرين ونسبخها ونشوف الهارت هيقدر يتخلص منها قد ايه، ده مهم قوي، يعني انت عارف كمية الصبغة وعارف تركيز الصبغة، عايز تعرف الفوليوم of blood اللي الventricle هيضخه، ده مهم قوي، per minute
عشان يتخلص من الصبغة. لقينا ان الهارت خلال تقريبا 30 ثانية محتاج يضخ 3 لتر للتخلص من الصبغة، او 39 ثانية. طب انا عايز في 60 ثانية، في دقيقة كاملة، الهارت يضخ دم قد ايه للتخلص من الصبغة، خاصة ان الصبغة دي ما بنتخلص منها في 1 circulation، وهي بتقل ترجع تزيد تاني second rise. شرحنا الكلام ده في النظري بالتفاصيل، وقلنا ممكن عن طريق التمبريتشر، شرحنا ازاي، وممكن الايكو كارديوجرافي طبعا، ودي احدث حاجة تماما. عايزين نشوف شكل الفالفز، ده مهم جدا، الهارت وكفاءته ككونتراكتيليتي فانكشن علشان الإيجكشن والستروك فوليوم. فهو مدي لك 4 اختيارات. طبعا الإجابة الصح فيكس. تقولي طب والكاتي ميثود؟ الكاتي ميثود ده بنقيس بيه الكوروناري بلاد فلو، ده مهم قوي عن طريق النيتريك أوكسيد أبتيك. طيب الفولر ميثود ده مستخدم في قياس الديد سبيس في الريسبيريشن، وشرحناه قبل كده. يبقى الصح هو فيكس برينسيبل. سؤال تاني عن الميجرمنت. كل دول يستخدموا لقياس الكاردياك او بوت ان هيومن اكسبت. طبعا فيكس صح، ايكو كارديوغرافي صح، والدايليوشن اوف انرت سبستنس طبعا الاندو سيانين جرين صح، ما عدا سي، هو عايز اكسبت الاجابه الغلط. فيكترو كارديوغرافي احد الطرق اللي مستخدمه تو اسس الكترو كارديوجرام الاي سي جي، ده رسم القلب، دي حاجه تانية خالص، بنعرف محصله الكهرباء او الفيكتور عن طريق معادلات مهمه. السؤال اللي بعده، طب الفيكس اشهر طريقه، بقول لك كل اللي قدامك ضروري لقياس كاردياك اوتبوت باستخدام الفيكس ما عدا. قبل ما نقرا الاختيارات مع بعض تعال نفتكر النظر كويس. فيكس قال عايز اتخيل اي تشو داخل له ارتيريال بلد وخارج منه فينس بلد، وعايز اشوف التيشو هيستهلك قد ايه اكسجين. افكرك بالنظري، التيشو واصل له 190 ملي اكسجين ارتيريال بير لتر، 190 ملي اكسجين داخل له في اللتر الواحد، خرج منه في الفينس 140 ملي اكسجين. السؤال، التيشو استفاد بكام؟ هتقول لي استفاد بالفرق 190 ناقص 140، 50 ملي اكسجين في اللتر الواحد، يعني القلب ضخ لتر واحد، التيشو استفادت ب 50 ملي. طب انا عاوز اعرف كام لتر دم الهارت هيضخه في الدقيقه اللي هو كاردياك اوتبوت، علما ان التيشوز استهلكت 250 ملي اكسجين بير مينت. هتعمل ايه؟ هتقول لي 250 مقسومه على 50 يديني الخمسة لتر اللي الهارت بيضخهم في الدقيقه كامله كاردياك اوتبوت. انت عملت ايه؟ قسمت الاكسجين كونسامبشن في الدقيقه على ارتيريو فينس ديفرنس، معروف. عشان كده تعالى نقول الاختيارات، اكسجين كونسامبشن في الدقيقه مهمه، arterial oxygen concentration مهم، mixed venous oxygen مهم، ما عدا ventilation perfusion ratio لم نذكرها تماما. ventilation perfusion ده موضوع تاني، ده علاقة الالفيولاي بالبالمونري كابيلاريز، دي حاجة تانية خالص. يبقى except C. السؤال ده هو مسألة تطبيقية
على اللي قاله فيكس. اكسجين كونسامشن في الدقيقة افترض 700 ملي، والبالمونري ارتري اكسجين كونتنت 140 ملي. تعال نترجم بقى، هو البالمونري ارتري ده فينس ولا ارتيريال؟ هقول لك فينس، ده الارتري الوحيد اللي شايل دي اوكسجينيتد بلاد، يبقى ده فينس. البريكيال ارتري اوكسجين كونتنت هو ده الارتيريال بتاعي الاوكسجينيتد. فالفرق 210 ناقص 140 يعني 70 ملي بير لتر. يعني عايز تقول ايه؟ اللتر دم اللي القلب ضخه التيشو استفادت بالفرق بالسبعين ملي. طب انا عاوز اعرف الهارت يضخ كام لتر، علما ان التيشوز بتستهلك 700 يعني 10 اضعاف. تقول لي ما هي باينه، 70 بقت 700 يبقى اللتر اضربه في 10 يبقى 10 لتر بير مينت، والمعادله موجوده اكسجين كونسامشن بير مينت 700 على ديفايد الفرق اللي هو 210 ناقص 140 70 يساوي 10 لتر بير مينت. خلي بالك دايما في النظام الجديد بنجيب كيسز او نجيب ايكويشنز انت عارفها من المنهج ونشوف هتعرف تطبقها ولا لا. يعني كاردياك اوتبوت ميجرمنت اجيبها لك في شكل معلومه سرد او اطبقها في شكل حل مساله. السؤال القادم، all of the following او one of the following decrease in the diastolic volume. عايز اختيار واحد يقلل القلب من امتلاءه، يمنع القلب انه يملى. طيب بص معايا على الاختيارات، atrial suction يعني ايه؟ الاتريوم ده فوليوم ريزرفوار، ده مخزن للدم، عنده القدرة على الديستنسبيليتي على الاتساع او الكومبلاينس، بيوسع بشكل كبير. طب كل ما يوسع هيبقى البريشر اللي فيه قليل. طب والفينا كيفا اللي فاتحة فيه هتاخد نفس ضغطه، تبقى ضغطها كمان قليل. طب ضغطها قليل مقارنة بالفينز بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، دايما ضغط الدم في الفينز تحت مستوى القلب اعلى من الفينا كيف، فالدم يطلع من هاي بريشر تحت الى لو بريشر في الفينا كيفا والاتريوم، فالقلب يملى. يبقى ده المفروض يزود الاند دايستوليك ما يقللوش، فمش هختاره. ريسبيراتوري بامب اثناء الانسبيريشن اللي بيحصل، هتقول لي البريشر في السوركس بيقل، تمام، يبقى البلورال فينز ضغطها كمان قليل. فكره الفيزيكس، مكان ضغطه قليل ومكان تاني متصل بيه، في حاجه اسمها بريشر ترانسميشن، نقل الضغوط، فانا كمان يكون البريشر عندي قليل. طب ما هي البلورال فينز متصله بالجاجيولار فين، متصل بالفينا كيفا، كلنا شبكه فينز مفتوحه على بعض، فالفينا كيفا كمان ضغطه يقل فيزيد الفينس ريتيرن، يبقى ده غلط، ده هيزود الاند دايستوليك فوليوم. طيب بيريكارديال افيوجن يعني ايه؟ البيريكارديوم الكيس اللي حوالين القلب فيه ميه، بس ميه عاديه، لا ده الميه بقت زياده اديمه. الميه الزياده تضغط على الويست اوف ذا هارت، وسط القلب اللي فيه الفالفز، فالفالف يتقفل يتخنق، فانا كفنتريكل مش قادر املى، انت قفلت الباب اللي انا هملى من خلاله، يبقى بيريكارديال افيوجن يقلل اند دايستوليك فوليوم، منطقي. طيب سكيليتال ماسل كونتراكشن، لما السكيليتال ماسل كونتراكت هتعصر الفين اللي في اللور لمب، فالبريشر فيه
هيزيد مقارنة بالفينا كيفا، فيزيد الفينس ريتيرن، فيزيد الاند دايستوليك فوليوم. عشان كده ما اختارش دي. الإجابة الصح هي سي. السؤال اللي بعده، واحد من اللي مكتوب قدامكم هيزود الكاردياك اوتبوت ديجيتاليس، تقول لي صح. الديجيتاليس كان بيوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب مؤقتا، فيمنع الصوديوم الزيادة انه يطلع بره، وبالتالي طالما الصوديوم ما طلعش لبره مش هيزيد بره، يبقى انا هوقف صوديوم كالسيوم اكسشينجر. ما هو التبادل مبني على ايه؟ في الطبيعي زود الصوديوم بره فالزياده تدخل لجوه، في المقابل الكالسيوم يخرج، ده العادي، عايزين نعمل ريلاكسيشن لعضله القلب. مريض الهارت فيلير من مصلحته الاحتفاظ بالكالسيوم، عشان كده الكالسيوم مش هيطلع، وبالتالي تزداد الكونتراكتيليتي فيزود الكاردياك اوتبوت. ما هو الكاردياك اوتبوت يعتمد في احد الفاكتورز بتاعته انترنسك على الانوتروبيك ستيت، قوه عضله القلب، يبقى دي صح. هايبر كاليميا، البوتاسيوم لو زاد اكسترا سيلولر ده معناه ايه؟ ان انا هاخر خروج البوتاسيوم بالري بولاريزيشن. ما هو زياده بره فاللي جوه مش عارف يطلع، معنى كده ان الاكشن بوتنشال كمده هيتاخر. ري بولاريزيشن هو جزء من الاكشن بوتنشال، اخرت الاكشن بوتنشال يعني اخرت الاكسايتيشن، يبقى الكونتراكشن الناتج هيتاخر. ما هي اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج، فيقل الكاردياك اوتبوت. نيفيديبين، نيفيديبين هو الاسم العلمي لدواء بيتباع في السوق اسمه ادالات. ادالات ده كالسيوم شانل بلوكر، ده بيقفل اللونج لاستنج كالسيوم شانل عند الساركوليما. طالما قفلت البوابه دي مش هيدخل الكالسيوم من خلال التي توبيول، وبالتالي انت قللت دخول اهم مصدر للكالسيوم، التريجر كالسيوم المحفز من الاكسترا سيلولر. احنا دايما كنا في النظر نقول ايه؟ كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز، الكالسيوم اللي جاي من بره هو المحفز لتحرير الكالسيوم المتخزن في الساركوبلازميك ريتيكولم، فانت كده قللت الفورس اوف كونتراكشن. فيجل استيميوليشن، طبعا البارا سيمباثيتك بيعمل ايه؟ بارا سيمباثيتك بيقلل الفورس اوف كونتراكشن طبعا عن طريق ان هو بيزود الاند سيستوليك فوليوم، فالستروك فوليوم هيقل فيقل الكاردياك اوتبوت. خلي بالك انه الفيجاس ملوش تأثير مباشر على الفنتركل، الفيجاس يقلل الكوندكتيفيتي، يبعد الاس اي نود من الاساس كبيس ميكر، يأخر وصوله للفايرنج ليفل اللي هو اللو سلوب. هو بيقلل على فكرة الهارت ريت، انا نيجاتيف كرونو تروبيك، لما بقلل الهارت ريت شيء طبيعي كاردياك اوتبوت هيقل. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، سيمباثيتك يزود الكاردياك اوتبوت باي اوبننج وان اوف ذا فولوينج شانلز، ال تايب كالسيوم شانل طبعا، ودي 95% من بوابات الكالسيوم جوه القلب. اوعى تتلخبط وتقول لي تي تايب، التي تايب ده ترانزيانت اتكلمنا عليه في البري بوتنشال اوف بيس ميكر، دي حاجه تانيه خالص. كاردياك اوتبوت فيسيولوجيكالي انكريزد اندر اول اوف ذا فولوينج كونديشنز، بيزيد في الظروف الطبيعيه في كل دول ما عدا
ساعتين بعد الاكل هيزيد، بيزود كاردياك اوتبوت للجي اي تي جهاز الهضمي لنسبه من الفلو. انفايرومنتال تمبريتشر، وده شيء طبيعي، لما الحراره بتعلى لابد ان الاكتيفيتي تزيد. طب ما هو الاكتيفيتي اوف تيشو مبنيه ان الهارت يدخلها دم كفايه. اثناء الماسكولار اكسرسايز سيمباثيتك شغال بيعمل فينو كونستريكشن، يضيق الفين تحت مستوى القلب فبيعلي فيه الضغط فيزود الفينوس ريتيرن. اند دايستوليك فوليوم يزيد فيزيد ستروك فوليوم فيزيد كاردياك اوتبوت ما عدا ايه، وقلناها في بدايه الفيديو، قلنا فروم لاينج تو ستاندينج. انا هنا غيرت المصطلحات والفكره واحده، بدل لاينج داون يبقى ريكامبنت نايم على ظهري، وبدل ما اقول ستاندينج اب رايت بوستشر اللي هو الاريكت بوستشر، وضع ان انت واقف. كلام جميل. السؤال اللي بعده، all of the following increases cardiac output ما عدا، عايزين الإجابة الخطأ. يزيد الاند دايستوليك صح، يزيد الفينوس ريتيرن، ما هو لما الفينوس ريتيرن يزيد ايه هتزيد؟ moderate تاكي كارديا. عايز اقف شوية عند دي. الهارت ريت ليه اربع احتمالات او تأثير على الكارديك اوتبوت. لو الهارت ريت العادي بيزيد من 60 الى 90 عادي جدا، كارديك اوتبوت ثابت. لو من 100 ل 160 كارديك اوتبوت بيزيد، سيمباثيتك شغال معانا تمام. نيجي بقى للاحتمالين الباقيين، هو الاكستريمز. قل قوي عن 40، لو قل عن 40 بيت هتقولي طب ما الهارت عنده فرصة يملى أكتر، هيزيد اند دايستوليك فوليوم. هقولك معاك، بس هي معادلة حاجتين مضروبين في بعض، هارت ريت تايمز ستروك فوليوم اللي معتمد على اند دايستوليك فوليوم. زودت الاي دي في قوي بس الهارت ريت قل أكتر من زيادتك يا اند دايستوليك. حاجة قلت قوي مضروبة في حاجة زادت بس مش بنفس القيمة، يبقى البرودكت يقل، كاردياك اوتبوت يقل. نقول المثال العكسي، هارت ريت وصل الى 200 زاد جدا، التايم اوف فيلينج هيقل قوي قوي، نقص التايم اوف فيلينج اكبر من زيادة الهارت ريت، فبرضو حاجة قلت قوي مضروبة في حاجة زادت بس مش بنفس القيمة والتكافؤ هيقل الكاردياك اوتبوت. عشان كده الكلمة الجميلة moderate تاكي كارديا، المتوسط. فانت تقول لي ايه؟ تقول لي صح، ما عدا فالزالفا مانوفر بي. ايه فالزالفا؟ انا بعمل forced expiration against a closed glottis، بخرج الهواء بقوة وامسك لسان المزمار ده، حاول اقفله. طب الاكسبيريشن ده بيعمل ايه في البريشر في السوركس؟ تقول لي بيزوده عشان نخرج الهواء. طيب زاد البريشر في السوركس فزاد الضغط في البلورال فينز، وانا لسه قايل لكم احنا شبكة واحدة، بلورال فين جاجيولار فين فينا كيفا، فالضغط هيعلى في الفينا كيفا قوي. طالما المستقبل ضغطه بقى عالي اعلى من المرسل، من الفينز بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، شيء طبيعي، هيقل البريشر جريدينت ما بيننا فيقل الفينوس ريتيرن، يقل الاند دايستوليك فوليوم، يقل ستروك فوليوم، يقل كاردياك اوتبوت، يبقى اكسبت بي. السؤال اللي بعده، كاردياك اوتبوت از ديكريزد، طبعا ستاندينج اب صح، سيمباثيتك ستيميوليشن تو ذا هارت طبعا لا، يزيد الاند دايستوليك فوليوم اوف ذا هارت لا، قطعنا الفيجاس نيرف
تو ذا هارت. قطعت الفيجاس يعني البارا سمباثيتك مش شغال. يعني مين مش شغال؟ سمباثيتك. نفس الفكرة بطريقة تانية. طب لما الهارت ريت يبقى 120 بيت بير مينت، تقول لي ده الرينج بتاع 100 الى 160 هيزيد الكاردياك اوتبوت. انت طالب مني في السؤال امتى يقل؟ يبقى ستاندينج اب. نيجي بقى للجمل القادمة، علاقة المين سيركيولاتوري بريشر بالفينوس ريتيرن. طيب نفهم الاول معنى العنوان قبل ما نقول الاختيارات. مين يعني افريج؟ متوسط. متوسط ضغط الدم في السيركيوليشن. لما جينا فكرنا مين اللي مسؤول يرجع الدم للفينا كيف؟ هتقول لي عندي فينز كتيره، ابدومينال فينز، بيلفيك فينز، او فينز في اللور ليم. احنا عايزين ضغط واحد افريج بريشر مسؤول على الجريدينت ده. فقالوا احنا هنوقف القلب تماما، وبالتالي مش هيبقى فيه هاي بريشر سيستم ولو بريشر سيستم. الدم هيتوزع بالتساوي بين ارتري، ارتريول، كابيلاري، فينيول وفين. ولما حسبنا الافرج بريشر طلع بيساوي 7 مليمتر ميركوري، وسميناه مين سيركيولاتوري بريشر، او ليه تسميه تانية مين سيستميك فيلينج بريشر. معناها ايه؟ متوسط الضغط اللي من خلاله القلب هيتملي. متوسط ضغط السيركيوليشن. عشان كده ام سي بي تساوي ام اس اف بي، مين سيستميك فيلينج بريشر، اول حرف من كل كلمه. تعال نبص على الاختيارات. يعتمد على كاردياك اكشن، ايه رايك؟ تقول لي غلط، ده ستاتيك بريشر، ده انت وقفت القلب تماما عشان تعرف الافرج بريشر في السيركيوليشن كام، اللي من ضمنها افرج فينوس بريشر بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت. بيزيد ان هيموريج. قبل ما اجاوبك افكرك نظري، المين سيركيولاتوري بريشر او سنترال فينوس بريشر اللي هنقوله يعتمد على بلاد فوليوم وكاباسيتي. لما الفوليوم يقل يبقى البريشر بتاعي كمان هيقل، فهو هيقل في الهيموريج النزيف. طب يقل في الماسكولر اكسرسايز؟ تقول لي لا، المين سيركيولاتوري بريشر هو الفينز بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت. لسه قايلين السمباثيتك بيعمل لها فينو كونستريكشن. السمباثيتك احد العوامل اللي بيزق الدم الى القلب مره تانية، بيطلعه لفوق اجينست جرافيتي. يبقى دي لا، اذا ميجور فاكتور زاد ديترماين فينوس ريتيرن صح. انا الميجور فاكتور، لو انا زدت هاعلى من الفينا كيفا هيزيد الفينوس ريتيرن، يزيد الاند دايستوليك، يزيد ستروك فوليوم، يزيد كاردياك اوتبوت. معادلات متتابعه. يبقى الصح دي. السؤال اللي بعده، مين سيستميك فيلينج بريشر؟ هو هو مين سيركيولاتوري بريشر، يزيد باي وان اوف ذا فولوينج. سمباثيتك انهيبيشن، تقول لي لا حضرتك لسه قايل السبب، فينوس دايلاتيشن. طيب نفكر معانا في هذه الجزئية. لو الفين وسع تتوقع ايه اللي يحصل؟ تقول لي الفين بيلوزا ليفل، لو وسع البريشر هيقل. طب هو ممكن الفين يوسع تبقى حاجة باثولوجيكال؟ اه، توكسنز البكتيريا بتطلعها، وهنقول الكلام ده مع فيديو الشوك. وسعت الفين وفشل انه يضيق تاني، الدم فضل متجمع تحت. طب انا هستفيد ايه؟ انا عايز الفين بلوزة ليفل يضيق فالبريشر فيه يعلى فيزيد البريشر جريديت. طبعا كونجستيف هارت فيلير. نفكر لو القلب فيلد انه يضخ الدم ايه اللي يحصل؟ هديك مثال
رايت اتريوم مش قادر يعمل ايجكشن في الرايت فنتركل، سواء بقى مشكله في الاتريوم نفسه او ترايكاسبيد فالف ضيق. في الحالتين هيتجمع الدم في الرايت اتريوم فالبريشر يزيد في الرايت اتريوم. بالعقل فينا كيفا توزع له دم؟ تقول لي لا، ما الضغط عالي في الرايت اتري فهينعكس على الفينا كيفا، فالدم كمان يبقى استجننت راكد في الفينا كيفا. فينا كيفا يبقى ضغطها عالي، يبقى مش هتستقبل الدم اللي جاي لها من المين سيركيولاتوري بريشر من تحت، فالدم يتجمع تحت في الفينز فالبريشر فيها هيزيد. يبقى اذا الضغط هيزيد في الفين بلو ذا ليفل اوف ذا هارت في حاله الهارت فيلير بفكره الباك فلو. يعني ايه باك فلو؟ الضغط عالي في مكان فاللي بيوزع له مش هيقدر يديله فيتجمع عنده. طب اللي بيوزع لي اقول له اسف مش هقدر اخد منك، فكره باك فلو كله يرتد لاصله، خلي الدم عندك. وده يؤدي لإديمة. ليه؟ لما الضغط يعلى في الفين الكابيلاري مش قادرة توزع له بلد، فالكابيلاري يزيد البريشر في الوول بتاعها. طب الكابيلاري عندها سين وول لا تتحمل الضغط العالي، فتفتح البورز فيزيد الفلتريشن جامد فيؤدي إلى إديمة. نقص البلد فوليوم برضو لا، نقص الفوليوم يقلل المين سيركيولاتوري بريشر لانه ده احد الفاكتورز المعتمده عليه. سنترال فينوس بريشر، مين هو السنترال فين؟ الفينا كيفا هو الفين المركزي لانه بيصب الدم في الرايت اتريوم في الهارت. الهارت نص الجسم مايل سنه شمال، يبقى الفين المرتبط بيه سنترال فينوس بريشر. كتعريف ده البريشر في الفينا كيفا، ده البريشر في الثوراسيك فينز اللي متصل بالرايت اتري. فبيسالك از ديترمايند باي اكويليبريم اوف فينوس ريتيرن اند فينتريكولر اوتبوت. هتقول لي ما معنى الجمله الطويله دي؟ الفيديو القادم ان شاء الله هتكلم عن علاقة الرايت اتريوم بالكاردياك اوتبوت وعلاقة الرايت اتريوم بالفينوس ريتير. الرايت اتريوم مشترك، بمعنى لما البريشر فيه ال يبقى انا هسحب دم اكتر. تقول لي ماشي، يعني نقص الرايت اتريال بريشر هو هو نقص الضغط في الفينا كيفا فيزيد الفينوس ريتير. تقول لي منطقي جدا. لكن لما الضغط يعلى في الرايت اتريوم بعد امتلائه هيبقى في اتريال سيستول، فنبدا في مرحله فينتريكولار فيلينج ثم فينتريكولار اوتبوت. يبقى انا امثل حلقه وصل بين الدم اللي راجع للقلب وبين الاوتبوت اللي الفنتريكل هيضخه، فده صح. خلي بالك سنترال فينوس بريشر يساوي زيرو. طب بص معايا، الليفل از نورمالي 20 ل 30. لا، ده انا بقول لك زيرو. 20 ل 30 ده عالي جدا. عارف يعني ايه يبقى عالي؟ معناها بمنتهى البساطه هارت فيلير على طول، رايت سايد هارت فيلير. طب ريبريزنتس ذا ديجري اوف فيلينج اوف سيركيوليشن، لغايه دلوقتي تمام. independent of cardiac performance، تقول لي غلط، انا بعتمد ان القلب شغال. انا هنا مش هوقف القلب زي المين circulatory pressure، انا dynamic pressure. في جدول المقارنة في النظري بين السنترال فينوس والمين circulatory قلنا جملة مهمة، central venus is dynamic، ده في حركة، اما المين سيركيولاتوري از ستاتيك، الدنيا واقفه، القلب واقف، عرفوني متوسط الضغط في السيركيوليشن كام. يبقى سي غلط. بص
حرفين independent خلوا الجملة غلط. يزيد في الهيموريج برضو غلط. السنترال فينس بريشر يعتمد على بلاد فوليوم وكاباسيتي. يبقى الصح بالنسبة لنا هو ايه؟ Which of these factors يزود السنترال فينس بريشر؟ ببساطة طيب يزيد البلاد فوليوم تقول لي صح. طب يزيد الفينس كومبلاينس غلط. الاتنين عكس بعض. يعني ايه؟ انت عاوز تزود الضغط يبقى لازم تقلل المساحة. زي فكرة الفازو كونستريكش، ضيق. طب انا لما بضيق انا بقلل الكومبلاينس الاتساع فالضغط يعلى. يبقى دي غلط. مفروض لما الكومبلاينس تقل الضغط يزيد. ارتريولر فازو كونستريكشن، انت لو ضيقت الارتريول بالعقل في دم هيروح للكابيلاري، تقول لي لا هيقل. طب واللي راح للفين هيقل. فالمين سيركيولاتوري بريشر المعتمد على الفوليوم يقول لك انا كضغط هقل، فمش هقدر اطلع الدم للفينا كيف، فيقل الفينس ريتيرن. دور على الام سي بي، اذا زاد اكتر من السي في بي يزيد الفي ار الفينس ريتير، والعكس صحيح. طب يقل الكاردياك اوت بوت، طبعا لما يقل الكاردياك اوت بوت ده معناه نفس الفكره ان الفيلينج اوف سيركيوليشن هيقل، فالام سي بي هيقل فيقل الفينس ريتير. طيب يبقى الصح عندي ايه؟ السؤال اللي بعده، Which of the following normally associated بزيادة الـ venous return to the heart؟ لما يقل الـ MSFP تقول لي غلط. يقل الـ sympathetic tone غلط. لما الـ large vein يبقى dilated، لا ما انت المفروض ما تبقاش واسع. واقول لك ازاي يبقى في venous return، ما هو انا كلامي هنا على below the level of the heart، لازم الفين يضيق فضغطه يعلى عن المستقبل اللي هو الفينا كيف، بقى دي غلط. زيادة البلد فوليوم صح، فينس كومبلاينس غلط. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا، لان انا جايب لك الان مجموعة حالات بقول لك مين من التغيرات اللي موجودة قصادك expected متوقعة كاستجابة لزيادة السمباثاتيك. السمباثاتيك شغال معايا دلوقتي، تتوقع ايه اللي يحصل؟ انا طالب منك الريزيستنس تو فينس ريتيرن، مين سيستميك فيلينج بريشر، وفي النهاية فينس ريتيرن. تعال نفكر بطريقة واحد فاهم. السمباثاتيك عمل ايه في الام اس اف بي؟ تقول لي لازم يزوده increase. طب انا عندي كده increase دي موجودة في C and E، دي البداية. طيب increase، سؤالي ليك اللي بعده، تتوقع الريزيستنس تبقى عالية ولا قليلة to venous return؟ تقولي مش فاهم. هسألك سؤال autonomic سنة أولى، sympathetic عادة كتون بيعمل ايه في اي blood vessel؟ انا مش قصدي الاكسبشنز، عادة. تقولي mild vaso constriction، يعني هيضيق. وما دام يضيق الفين يبقى خلى المقاومة الدم فيه ايه؟ عالية. يبقى انكريز وانكريز. الله ده لسه عامل زي سي وإيه مع بعض، انا استبعدت الباقي. بص طيب ناقص اخر حاجة، فينس ريتيرن سمباثاتيك يزوده ولا لا؟ تقول لي طبعا يزوده اثناء الاكسرسايز، واحنا شرحنا في الام سي كيو في التفسير ليه. يبقى الاجابة الصح هي ايه؟ سؤال الطلبة الآن، دكتور هو إزاي ده حصل؟ هقول لك معادلة جميلة جدا إحنا عارفينها من خلال أومز لو. أومز قال إن الفلو يساوي دلتا بي على ريزيستنس، بريشر جريديانت على المقاومة. تقول لي ماشي، مين الفلو؟ الفلو اللي داخل جوه القلب، إن فلو فينس ريتير. فبدل ما اقول اف كابيتال تبع اومز لو قلت في ار، هي هي. طيب البريشر جريدينت مين؟ تقول لي مين سيركيولاتوري فيلينج بريشر
ماينس السنترال فينس بريشر عادي. المين سيركولاتوري ده 7، تقول لي انا معاك، والسنترال فينس بريشر يساوي 0، 7 ماينس 0. طب والريزيستنس 1.4، لو قلنا 7 على 1.4 هات معاك كالكوليتر واحسب 5 لتر. ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الفوليوم اللي القلب بيتمليها في الدقيقة هي هي اللي هو هيخرجها في الدقيقة، اللي داخل قد اللي خارج، input يساوي output، وهو ده التوازن، وده اللي قاله ستارلينج لو. كلام ده في غاية الأهمية. أنا ليه بقول الكلام ده؟ هتقولي طب والسمباساتيك عمل إيه؟ طب ما هو زود الـ R، أقول لك آه، وزود الـ MS في F بي، أقول لك آه. تقولي طب ما هو زايد على زايد فينس ريتيرن المفروض ثابتة، أقول لك لأ. سمباساتيك زود المين سيستميك فيلينج بريشر أكتر من زيادة الريزيستنس. لما يكون عندك ريشيو بسط ومقام، نومينيتور ودي نومينيتور، اللي فوق زاد أكتر من قيمة تحت اللي زاد، تبقى الريشيو في النهاية زادت، فهيزيد الفينس ريتير. هي دي الفكرة الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها. طيب في نهاية هذا الفيديو أتمنى تكون استفدتوا من مقدمة الكاردياك أوتبوت. إن شاء الله الفيديو القادم هنتكلم عن الريجوليشن أوف كاردياك أوتبوت، هيتيرو وهوميومتريك ريجوليشن، هنتكلم عن كيرفات الكاردياك أوتبوت وعلاقته برايت اتريوم ورايت اتريوم وفينس ريتيرن كومبايند كيرفز، هنتكلم عن كاردياك ريزيرف وهارت فيلير. عاوزكم تكونوا مذاكرين الكلام ده كويس جدا عشان تكون الاستفادة كاملة ان شاء الله الفيديو القادم. كان معاكم دكتور محمد فايز.